اختي. اهلين اخي. وين امي؟ فوق عم ترتاح. اختي اشتهيت لك الفواكه اليك ولاولادك. يسلم ايدك، حطهم عندك. شو بدي لك بورا؟ مو انت اختي الكبيره وحبيبه قلبي ونور عيوني وتاج راسي؟ خير. شوفي بدي اياك اليوم المساء تروحي معي على البيت، حاكم اليوم مسويات، بدي روح جيب عروسي من بيت اهلها، ويمكن تجي مع امها، بقى مي حلوه مي حلوه تجي وما تلاقي حدا من طرفي. يعني كتبت كتابك على بنت ابو النار؟ كتبت كتابي على بنت ابو النار الكبيره واليوم دخلتي عليها. يعني ما ساويت الا اللي براسك، ما هيك؟ هي لطفيه وهدى ما لهم غير الكوي، واللي بدها تكويهم هي الضره الثالثه، وهي اللي رح تمشيهم مثل الالف. والله يا خوفي انت اللي تمشي وتحكي مع حالك بعد جوازه الثالثه. خلصك اختي، ما في مبروك. لك ايه مبروك، بس جوازتك هي مثل عم يداوي الجرح بالنار. لك الحريم كلياته النار. بوران يي. اهلين ابن عمي. اهلين هدول. شلونك هدول؟ حلياني اليوم يا ضرطاني. ايه اختي مثل ما اتفقنا، ايه ما تكتري ملح بالطبخة، وقولي له لأب سليم أنا بجيب له الأغراض اللي وصاني عليهم. إيه ماشي، يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. بوران شو بقي صار؟ ما في شي تشكري قاسي، بس جوزك تجوز الثالثة واليوم دخلته عليها.